يمكن تطعيم شجرة الخروب في أي وقت من السنة، ولكن يفضل القيام بهذه العملية في فترة الربيع أو الخريف بعد انتهاء فصل الثمار. لتطعيم شجرة الخروب يجب اتباع الخطوات التالية: يجب تنظيف الجذع وإزالة الفروع الصغيرة والسواد من الجذع قبل البدء في عملية التطعيم. اختيار الفرع الذي يراد تطعيمه: يجب اختيار الفرع الرئيسي الذي يراد تطعيمه والذي يكون في نفس حجم الجذع أو أقل، ويجب أن يكون نشطا وخاليا من الأمراض والآفات. شراء زرعة التطعيم جديدة من شجرة الخروب التي تحتوي على النوع الذي يراد زرعه في الشجرة المستهدفة. إزالة الأوراق السفلية من الزرعة الجديدة وتجديبها حتى يصل طولها إلى 10 سنتيمتر. عمل قطعة علوية للعود الخشبي الذي يراد تطعيم الشجرة به، ويتم ذلك بإزالة الفروع الصغيرة والأوراق الزائفة من الجزء العلوي للعود الخشبي وتجديب الأغصان الرئيسية للعود بحيث يكون قطرها متوافقا مع قطر الجذع الذي يراد تطعيمه. يجب عمل قطعة سفلية للعود الخشبي الذي يراد تطعيم الشجرة به، ويتم ذلك بإزالة جزء من القطعة العلوية للعود الخشبي بحيث يكون الجزء السفلي مناسبا للجذع المطلوب تطعيمه. يجب عمل قطعة وسيطة من العود الخشبي، وتتمثل هذه القطعة في جزء من العود الخشبي الذي يتم وضعه بين الجذع والقطعة العلوية للعود الخشبي، وذلك لمساعدة في تثبيت الزرعة الجديدة وتسهيل عملية الاندماج. يتم إجراء العملية بإدخال القطعة السفلية للعود الخشبي في فتحة في الجذع المستهدف، ومن ثم وضع القطعة الوسيطة والقطعة العلوية للعود الخشبي بشكل محكم. بعد ذلك يتم تثبيت الزرعة التطعيم الجديد بين القطعتين العلوية والوسيطة. يتم ربط الزرعة الجديدة إلى الجذع باستخدام الشريط اللاصق لتأمينها بشكل جيد، ويفضل استخدام شريط لاصق مطاطي قوي لتأمين الزرعة وضمان نجاح العملية. يجب العناية بالشجرة المطعومة، وذلك بتوفير الرطوبة الكافية وتقليل الري للشجرة المطعومة لمدة أسبوعين على الأقل، وبعد ذلك يمكن العودة إلى جدول الري العادي. كما يجب مراقبة الشجرة المطعومة بانتظام للتأكد من نجاح العملية وعدم وجود أي علامات على وجود مشاكل أو أمراض.